بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. فيديو النهارده من الفيديوهات المهمه جدا اللي لازم تركز فيه وتفهمه. موضوع النهارده عن ظاهره غريبه بتحصل عند بعض مربين الحمام، ان الحمام يبيض بيضه كبيره جدا، البيضه دي بيكون فيها توأم. ازاي فيها توأم؟ هقول لك ان البيضه ديت بيكون فيها 2 صفار، فالصفار الواحد يا جماعه بيتكون منه جنين واحد يعني زغلول. فمعنى ان البيضة يكون فيها 2 صفار جنب بعض يعني فيها 2 زغلول جنب بعض او زغلولين جنب بعض. هنعرف النهاردة ان شاء الله في الفيديو دوت ايه سبب الظاهرة ديت، وهل ديت حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، وايه علاجها او ايه سببها، ايه اللي بيخليها تظهر عندنا في الحمام، وهل البيضة بيفقس ولا لا. الكلام ده كله هشرحه لك ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي، بس ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا بسم الله. وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يظهر عندك بيضه بالحجم ده، تمام كده، بيضه بالحجم ده او اكبر من كده كمان، تمام. بص الفرق ما بين البيضه دي والبيضه دي قد ايه؟ الفرق طبعا قدها تقريبا مرتين. طيب في الحاله اللي بيكون فيها بيضه كبيره بالشكل ده، غالبا ممكن تلاقي جواها صفارين، تمام كده. لو جينا كشفنا على البيضه مثلا على الكشاف بتاع الموبايل او على الفلاش بتاع الموبايل، هنلاقي البيضه جواها بقعتين صفر، تمام كده، اللي هو صفار البيض اللي جوه هنلاقي جواها 2. طيب دي بيكون ايه سببها؟ هقول لك ده بيكون سببها خصوبه زياده عند النتايه. الخصوبه الزياده اللي عند النتايه دي بيخليها تنتج بويضتين مع بعض، فالبويضتين دولت بينزلوا هنا في بيضه واحده بيدوا لك بيضه حجمها كبير وجواها 2 صفار، تمام كده. طيب الاثنين صفار دولت لو اتلقحوا بيدوا لك زغلولين جوه بيضه واحده، تمام كده. فهتقول لي ده حاجه جميله جدا بقى على كده، هقول لك لا، الظاهره ديت غالبا اي حد ظهرت عنده الحمام باض بيضه فيها صفارين والصفارين دول اتجمعوا زغلولين، في الغالب البيض ده ما بيفقسش. يعني ايه؟ يعني البيضه ديت بتجمع عادي ويبقى جواها زغلول وجواها حركه وكل حاجه، لحد مثلا قبل ميعاد الفقس بخمس ايام، باربع ايام، بثلاث ايام، بيومين، حتى لو بيوم واحد، والزغليل اللي جواها بتموت. حتى لو جه ميعاد الفقس في اليوم بتاع الفقس بالظبط والبيض ده نقر، هتلاقي الزغليل نقرت وماتت جواها، او نقرت مثلا وحاولت تخرج وماتت برده جوه البيضه. فما شفتش لحد النهارده حد ظهر عنده موضوع ان بيضه يكون فيها زغلولين والاثنين يفقسوا مع بعض ويطلعوا سلام، تمام كده. فدي يا جماعه حاجه احنا ما بنفضلهاش، لان هي ظهرت عندنا قبل كده كذا مره، وحاولت ان انا اعرف سببها ايه وعرفت سببها الحمد لله، وبدات ان انا اتعامل مع السبب دوت عشان امنع الظاهره دي من الظهور عندي. طيب ايه سبب الموضوع دوت؟ هقول لك سبب الموضوع دوت زي ما قلت لك من شويه، زياده خصوبه عند النتايه. طب زياده الخصوبه عند النتايه ديت بيكون سببها ايه؟ اول حاجه ممكن يكون سبب وراثي، هي طبيعتها كده ان هي عندها خصوبه زياده، فبتبدا ان هي تبيض مثلا صفارين مع بعض، او تبيض بيضه بصفارين مع بعض، او تبيض مثلا احيانا بعض الناس، دي حالات نادره جدا، حمامه مثلا بتبيض 3 بيضات، تمام كده. فالسبب الثاني لو هي مش عامل وراثي، لو هي مش حاجه طبيعيه في الحمامه، ممكن يكون بسبب استخدامك انت لبعض الفيتامينات او محفزات الخصوبه للحمام، زي مثلا ان انت تكون بتستخدم جروفيت بيطري، او ان انت تكون بتستخدم الهي سيلينيوم، او الالف دال 3 ه، او اي محفز من محفزات الخصوبه اللي احنا بنستخدمها للحمام ديت، لو استخدمتها لبعض الحمام ممكن يعمل معاك الموضوع ده. طيب هل كده اي حد بيستخدم جروفيت او سيلينيوم او الف دال 3 ه الحمام عنده هيبيض بيضه بصفرين؟ هقول لك لا طبعا. الموضوع دوت يا جماعه ليه عوامل كتيره، يعني من ضمن العوامل ان النتايه تكون عندها قابليه للموضوع ده، يعني النتايه عندها قابليه ان الخصوبه بتاعتها اساسا كويسه، فانت اديتها محفز خصوبه زياده عن اللزوم، فبدات ان هي يظهر فيها الظاهره ديت ان هي تبيض لك البيضه حجمها كبير جدا وفيها صفارين، تمام كده، ويبقى فيها 2 جنين او 2 زغلول. والحاجه الثانيه ان انت لو بتستخدم جرعات كبيره جدا، الجرعات الكبيره جدا هي اللي بتعمل كده. يعني انا جت عليا فتره بدات ان انا استخدم فيها جروفيت دوت مباشر في بق النوتي، قعدت استخدمه لمده طويله جدا في بق بعض النوتي، واستخدمه بجرعات كبيره، اللي هو كنت مثلا ممكن ادي في بق النتايه 7-8 نقط، تمام كده. فكنت بزود، المفروض ان انا ما اديش مثلا اكتر من 5، فانا كنت بدي للنتايه 7-8 جروفيت في بقها لمده مثلا اسبوع، 10 ايام، الكلام ده كله. فظهرت عندي مثلا فنتايه او فنتايتين ان هم يبيضوا بيضه حجمها كبير جدا، والبيضه ديت يكون جواها 2 صفار،
او يبقى جواها زغلولين، وما حصلش عندي ولا مرة ان البيض دوت يفقس. تمام كده؟ طيب مشكلة تانية في موضوع ان البيضة تكون كبيرة، الناس اللي بتبقى عايزة حجم البيضة يكون كبير وخلاص، فبتستخدم مثلا الفيتامينات بزيادة، لان انا شفت ناس بتقول لي الكلام ده، بيقول لي يا ابو مريم انا بحب ازود من الفيتامينات ديت عشان بتكبر حجم البيضة. لما هي بتكبر حجم البيضة بيحصل عندك مشكلة هنا بسبب ان البيضة حجمها كبير. ايه هي المشكلة؟ بيحصل عندك ان الحمامة لما بتيجي تبيض البيضة ديت، البيضة بتتحشر جواها وما بترضاش تخرج بسبب كبر حجم البيضة، وان فتحة الاخراج بتاعت النتاية بتكون صغيرة جدا، فما بتقدرش تستوعب خروج بيضة بالحجم ده. تمام كده؟ يعني مثلا تعالوا نشوف ان احنا مثلا ايه، تكون بيضة زي دي هتخرج مثلا من فرد حمام مفتل، او من فرد حمام هزاز، او من فرد حمام نمس. لا، دي تبقى حجمها كبير جدا على فرد حمام في الحجم دوت، وبتكون فتحة الاخراج بتاعته صغيرة. انما مثلا لو من فرد حمام كينج مفيش مشكلة، من فرد حمام نفاخ فهي برضو مفيش مشكلة. انما لما تكون بيضة بالحجم ده من نوع حمام حجمه صغير، تمام، زي مثلا الكشك، عمره ما هيقدر ان هو يخرج بيضة بالحجم ده. بس انت استخدامك للفيتامينات بجرعات كبيرة وبكميات كبيرة، تمام كده، والفترة طويلة دوت، ممكن يخلي الحمام يبيض بيض بالحجم ده. تمام كده؟ فدي مش حاجة كويسة. طبعا المثل بيقول الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده، فديت كده بتبقى فعلا اتقلبت ضده. يعني انت بدل ما انت بتنفع الحمام بالفيتامينات اللي انت بتديها له، لا، انت كده بتضره بالفيتامينات اللي انت بتديها له. فطبعا يا جماعه، لو احنا عندنا الحمام اساسا بطبيعته بيبيض البيض صغير جدا، تمام، يبقى احنا ممكن نستخدم له الجروفيت او السيلينيوم او الالف دال 3 اهي، عشان يبيض البيضه حجمها كويس، حجمها معقول، ونديها له بالجرعات المظبوطه، اللي هو ما نعديش مثلا 5 نقط في بق النتايه، والمده مثلا ما تعديش 5 ايام. تمام كده؟ هيدينا حجم بيضه كويس مع الوقت ان شاء الله، هيبدا يحسن حجم البيضه ويدينا حجم بيضه حجمها كويس، ويكون فيها صفار واحد ان شاء الله، عشان يطلع منها زغلول سليم بدون اي مشاكل. تمام كده يا جماعه؟ فده كان موضوع النهارده عن ظاهره البيضه اللي حجمها كبير جدا، او البيضه اللي بيكون جواها زغلولين او جواها صفارين. عشان طبعا في ناس طلبت مني ان انا اتكلم في الموضوع دوت واشرح ايه اسبابه وازاي نتفادى الموضوع ده. فلو حد حصل عنده يا جماعه الموضوع دوت والبيض ده فقس فعلا، يكتب لنا في التعليقات كده ويعرفنا، هل حصل عندك ان يكون في بيضه فيها زغلولين والبيضه ديت الزغلولين يفقسوا ويطلعوا منها وعاشوا، ولا ماتوا، ولا كبسوا جوه البيضه؟ يا ريت لو حصلت عند حد يعرفنا ويكتب لنا في التعليقات كده ايه اللي حصل معاه بالظبط. فعشان ما اطولش عليكم، ده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج اي موضوع نتكلم فيه، اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واخوكم ابو مريم التونسي.